اسبوع جديد وطلعت اسبوع جديده وطلعت الاسبوع ده مطعم بيكلح. مطعم بيت لحم متسمى على مدينة بيت لحم في فلسطين، هو مطعم مصري والشيفات اللي فيه فلسطينيين، وبما اني كده كده بقدم محتوى اكل فمن باب اولى ان احنا نقدم حاجه تخص فلسطين، اللي هو ادعم القضية الفلسطينية بالمحتوى اللي انا بقدمه اللي هو الاكل، بان انا اعرفكم على المطعم اللي بيقدم اكل فلسطيني واكلات عربية وشيفاتهم اصلا فلسطينيين، وارجوكم يا جماعة يعني لو سمحتوا بلاش نزايد على بعض، كلنا حاسين الفترة دي باحساس مر ومتضايقين ومش عاجبنا اللي بيحصل ونفسيتنا زي النيلة، بس لا انتوا هتبطلوا شغل ولا انا هبطل شغل ولا انتوا هتوقفوا حياتكم ولا انا هوقف حياتي ولا انتوا هتبطلوا اكل وشرب ولا انا هبطل الاكل وشرب، والحياه بتستمر. مش معنى كده ان انا مش حاسس بيهم ومقدر ان هم فيه وبدعمهم وقلبي معاهم ومدعي لهم من قلبي بالنصر وان ربنا يرفع عنهم الظلم. فبلاش نزايد على بعض، مش عشان احنا ورا شاشه التليفون نقدر بقى نحكم على بعض ونزايد على بعض وانت ملاش اي لازمه والله، كلنا في نفس الحاجه وكلنا في نفس الاحساس الوحش، وربنا يشيل عنهم يا رب الظلم اللي هم فيه وينصرهم يا رب. فزي ما قلت لكم مطعم بيت لحم مطعم مصري بشيفات فلسطينيين بيقدم اكلات عربيه في الاساس وخصوصا الاكلات الفلسطينيه. فجيت النهارده وطلبت المنيو بتاعهم كله تقريبا، والاسعار اتحطت كلها النهارده شامل 14% ضريبه، وهيدفع لي 10% خدمه لو كنتوا في الفرع او مصاريف التوصيل لو كنتوا في البيت. ولو عجبكم الطلعه ما تنسوش اللايك القمر، ولو مش عاملين سبسكرايب لو سمحتوا اعملوا سبسكرايب. فمن غير رغي كتير يلا بينا. نبدا بالطلعه الاولى على طول، ده ورق عنب بالكوارع وده مشكل محاشي وده حاجه اسمها عزبان هشرحها لكم دلوقتي، وده طاجن عكاوي وده فرد حمام بيت لحم ميكس. نبدا بورق عنب بالكوارع، ده شكله كده، كوارع في النص وورق العنب متوزع من بره. نبدا بالكوارع، طبعا ده طاجن مصري 100% ملوش علاقه بفلسطين يعني. كوارع معموله بالصلصه بتسبيكه الصلصه طعمها حلو قوي، والطاجن فيه ورق عنب في النص غير اللي مرصوصين على الطرف دول، فطاجن كبير ومليان حجمه كبير يعني. ورق عنب بس مش عاجبني شويه عشان الرز فيه مش مستوي كويس، ني شويه وكميه الكوارع اللي فيه قليله عليه برده، هو مليان ورق عنب اكتر. ماشي، نخش على المحشي المشكل، بتنجان وكوسه وفلفل. نبدا بالبتنجان، حلو مش وحش يعني، مش مبهر ومش وحش، ماشي الحال. الرز مستوي كويس، الرق بتاع البتنجان كويس برده مش خفيف قوي ولا تقيل قوي، مظبوط. خش على الكوسه، حلو برضو. خش على الفلفل، احلاهم ده، انا بحبه قوي اصلا كده كده، الرز فيه من بهار حلو قوي وطعم الفلفل نفسه جميل فتحفه ده. نخش بقى على العزبان، والعزبان ده بيبقى ممبار بس بطريقه مختلفه، تعالى اوريه لكم. ده بيبقى ممبار بس محشي قطع لحمه وقلوب ومعمول بخلطه بيت لحم السريه، ممبار محشي لحمه وقلوب. انا اول مره في حياتي اجربه. هو تجربة مختلفة تماما عن المنبر العادي تماما، طعمه حلو قوي وغريب ويخطفك كده، لو ايه ده انا داخل ادوق منبر المفروض، فتتصدم بقى من الطعم اللي فيه، مش منبر خالص. حلو وغني جدا، بس ما اعرفش هم بيعملوه كده ولا لا، يعني هل هم قاصدين ولا لا، هو مش مقرمش من بره، هو نازل في بصله كده بالصوص فمطرياه، بس حلو قوي وخطفني جدا. خش بقى على طاجن العكاوي، ده شكله كده، خش على العكاوي. اوه لا لا لا، محطوط معاه بصل، بصل مكرمل، فده طاجن كوارع واخد سكة اللحم المسكرة اللي هو التسكيرة سويت اند ساور، طعمه حلو مش وحش بس ليه زبونه اللي هو ليه دماغه، انا ما بحبش قوي التسكيرة في اكل الحرش، يعني احب طاجن العكاوي يبقى عكاوي كده محرشن مش مسكر، انما ده ذوقي الشخصي. هو حلو ولا وحش؟ لا هو حلو جدا، ولو بتحبوا طعم التسكيرة دي مع اللحمة هيعجبكوا قوي، والعكوه اللي معاه طعمها تحفه فجامد قوي. نخش بقى على فرد الحمام بيت لحم ميكس، ده بيبقى فرد حمام محشي رز وفريك مع بعض الاثنين، وبينزل معاه بطاطس محمره. نخش على الحمام الميكس اللي فيها رز وفريك مع بعض، دي اول مره في حياتي اجرب حاجه زي كده، سخنه قوي شال سقف حلقي، طبعا انتوا عارفين بقى مش محتاجين مقدمات يعني. طب دلوقتي انا اللي قابلني هنا في الاول عند الزور كده بتاع الحمامه رز، انا مش شايف بقى حاجه غير الرز الصراحه، يعني في اخرها كده شويه تحميره في الرز انما هي كلها رز مش شايف فريك. لا في اهو، في قطعه فريك صغيره قوي مع الرز. طب تعالى بقى كده نجيب معلقه، لا في فريك مع الرز بس فريك نسبته صغيره خالص للرز، الرز هو اللي طاغي، طعم الفريك واضح بس الرز هو اللي طاغي.
فكنت احب ازود نسبه الفريك عن كده عشان يبقى واضح اكتر. بس اضرب بقى الحمامه نفسها. بصوا للامانه هي تمشي الحال، مش واو مش وحشه برضو، يعني ماشي حالها. نخش بقى على شوربه بيت لحم. دي بتبقى لسان عصفور مع حمص الشام وتوابل بيزار ليبيه مع قطع لحمه. نخش على شوربه بيت لحم، لونها احمر كده غريب اللون شويه. واو واو، توابل بيزار الليبيه دي رهيبه، طعمها حلو قوي، حلو قوي قوي. قطع لحمه ملبسه مع لسان عصفور والشوربه الحمراء دي والتوابل هي نجم الليله، حلو قوي، جامده قوي، انصحكم بيها جدا، حلو قوي. نخش بقى على طاجن الباميه باللحمه والريحان. ده شكل الطاجن كده، نازلين معاه طماطم تشيري، قطع لحمه باميه وريحان هنا كده، حرش قوي قوي. اكتر حاجه عجبني في الموضوع قطعه اللحمه، دايبه دوبان رهيب، طريه وناعمه بطريقه، وانا بادي دماغي في اللحمه، انتوا فاهميني، بحب اللحمه الدايبه خالص دي، ما بحبش الحاجه المجعلصه، تحفه. والباميه متسبكه كويس جدا ومديها تاتش ريحان برده، خفيف قوي اه بس موجود. جامد قوي قوي. نخطف اخر حاجه بقى اللي هو يعتبر مصري برده قبل ما نخش على الاكل العربي والفلسطيني، طاجن ملوخيه ساده، ده شكل الطاجن كده. وبصراحه من قبل ما اخش انا مش متفائل، يعني مش عاجبني شكلها كده. وقوامها غريب برده، قوامها تقيل شويه كده. مش عارف، هنشوف. انا طلبت عيش بس هو لسه ما جاش. طعم التوم طاغي فيها طبعا، بس انا مش عاجبني قوام الملوخيه نفسه، القوام رغوي شويه كده اللي هو تحس انه في رغوه، فاهمين قصدي؟ لا الملوخيه اوت. جابوا لنا عيش شامي كده اللي هو بيبقى كده ده، نجرب العيش الشامي، هي مش تفرق قوي بس برده عشان نعمل اللي عليها يعني. نو يعني نو، نخش على التقيل. ده نص فرخه مندي بصوص المندي اللي بينزل معاها، وده تلت كباب وكفته، تلت طرب، تلت ريش. تعالوا اوريهم لكم. ده التلت كباب وكفته، وده التلت الطرب، وده تلت الريش. نبدا بالكباب. اهو نمسكها بالعيش كده عشان يتشلوحنا. حته كباب ملبسه مش لحمه حمراء، فيها حته دهن وتوابلها هاديه خالص، فاكتر حاجه واضحه فيها طعم اللحمه. حلوه جدا وطعمها حلو جدا، بس محتاجه حاجه جنبيها، يعني نصيحتي ليكم اطلبوا جنبيها طحينه، بابا غنوج، اي حاجه تغمزوها فيها. انا طلبتها لوحدها عشان احكم على اللحمه لوحدها، فكلحمه حلوه جدا. نخش على الكفته، صباع كفته كده واضح انه مدهنن. طعم البهارات هنا بقى واضح قوي في الكفته، طاغي. كفته ملبسه برده، وزي ما قلت لكم طعم البهارات هو اللي طاغي فيها قوي. نخش على الطرب، حلوة قوي قوي، بس المنديل الدهن اللي فيه رقيق خالص، انا بحبه مليان عن كده شويه، انما اوفرول حلو قوي برضو. طيب نخش على الريش، شوف يا بيه. طلبت معاه طحينه عشان بس ايه، لازم الطحينه مع مشويات مع الطرب كده، زي ما قلت لكم اعملوا كده، لازم الطحينه مع المشويات، وديتها في حته ثانيه خالص، لان زي ما قلت لكم حاطين توابل ضعيفه خالص، فالطحينه بقى بتظبط الدنيا. الريش كمان فيها دهون من هنا كده اللي هي تبقى لازقه في الريشه دي، طعمها تحفه. واللحمه نفسها ناعمه وطريه، جميله جميله جميله. طيب نشيل دول بقى ونخش على نص مندي. نخش بقى على نص فرخه مندي، وده نص فرخه مندي، وده صوص السحاوق اللي بينزل معاها، رز بسمتي حبه وحبه، زبيب، مكسرات. حلو قوي. نحط بقى السحاوق الحمراء دي اللي هي بلغه اخرى دقوس، ده او ده. الله كده بقى في حته ثانيه خالص، الدقوس بتاعتهم معموله حلو قوي. خش بقى على الفراخ المندي. بصوا من وجهه نظري الشخصيه ان اللحمه المندي بتبقى احلى من الفراخ، بس هم عندهم فراخ فنجربها برضو. المندي انا كده كده طالبه بس كمان شويه. مندي الفراخ دايما بيبقى تتبيلته هاديه خالص عشان بيعتمد ان انت بتغمس بالدقوس او بالسحاوق، فنغمس كده لان هي كفراخ مندي لوحدها كده توابلها هاديه خالص وده الطبيعي، فنجرب بقى في السحاوق. حلو قوي قوي، حته من الوركه كده، مش عايز استقل لسه بدري. حلوه قوي برده قوي، فكمان دي فراخ جامد جدا. انا ككيكو بفضل المندي لحمه اكتر. خش على اللي بعده.
تسلم ايدك. كل الاكل اللي فات ده بقى كان اكل مصري ما عدا العزبان بس، هو اللي كان دول عربيه. من اول هنا بقى الاكل هم متخصصين فيه اللي هو الاكل الفلسطيني والدول العربيه. من الشمال لليمين بقى ده كسكسي مغربي بالبط، ودي اليخنه بتاعته، وده منسف اردني بيتعمل بالجيميت الكركي، ده بيبقى لبن ماعز وهو ده الاصل بتاعه بيترش عليه اللي هو لبن الماعز ده، ودي مبكبكه ليبي باللحم الضاني. نبدا بالمبكبكه الليبي. الناس بيعملوا شو مقلوبه، هنجيلها دلوقتي مقلوبه فلسطيني. خش على المبكبكه الليبي. يا خرابي حلوه قوي قوي. مكرونه مرمريه صغيره بالتسبيكه بتاعت الطماطم، وبيخليك تختار نوع البروتين براحتك. انا اخترت معاها لحمه ضاني عشان انا ما جربتها قبل كده، جربتها باللحمه الضاني ودخلت مخي قوي. ناخد بقى حته لحمه ضاني بالدهن كده مع المبكبكه. الامر في الموضوع بقى ان اللحمه دسمه جدا، وفي نفس الوقت ما فيهاش طعم الضاني اللي هو يقفلك ده. انا كنت خايف منه دي الصراحه، بس لا ما فيهاش كده خالص. وعرفت منهم دلوقتي ان الشيفات اللي جوه مش بس فلسطينيين، عنده شيفات فلسطينيين وشيفات اردنيين وشيفات مصريين وشيفات ليبيين كمان، فالموضوع يعني متعدد جنسيات. يا اخي يعني بعيدا عن الاكل، احنا 22 دوله عربيه، هنتوحد امتى؟ طب ناخد موقف، بلاش نحارب، ناخد موقف بس، ناخد موقف مشترك كدول عربيه نضغط بيه. الواحد مقهور والله، بس بيحاول يفك يعني. لنا الله في اللحمه، بصوا بقى بتتقطع بالمعلقه من كتر ما هي دايبه. مكيفه المكيفه حلوه قوي. نخش بقى على المنسف الاردني عشان الجميز ده ما يمسكش. نرفع العيش ده كده. اوه لا لا لا، ده شكله كده. نحط بقى الجميد ده. واضح ان احنا هنهيص قوي النهارده. انا اول مره في حياتي اجرب المنسف الاردني ده في حياتي. ده شكله كده بعد الجميت. طيب هو قال ان الاردنيين بياكلوه بايديهم كده، فانا بقى لاول مره في حياتي هلبس جلافز عشان بس ايه ناخد التجربه زي ما اخوانا الاردنيين بياكلوها. عيش نحط معاها الرز، شويه رز كده برده جو تاني خالص، وحته لحمه. انا طلبتها باللحمه الشمبري، لحم الشمبري يعني اللحم البقري كده. نغمز مع بعضه وهم يا جمل. هو الجميد ده عامل زي الزبادي المزز، عارفين طعم الزبادي المزز ده؟ انا اول مره في حياتي اكل منسف اردني، فهو يعني بقي برجن خالص للطعم، اول مره يدوق حاجه زي كده. حته عيش بقى، لا مختلف تماما، حلوه قوي قوي قوي. وعاجبني قوي التجربه المختلفه، ان انت بتاكل حاجه انت عمرك ما دوقتها قبل كده. اللي طاغي فيه زي ما قلت لكم هو طعم المزز بتاعت اللبن او الزبادي، رز دايب في الجميت اللي هو لبن الماعز ده. لا تجربة جميلة والله قوي، جامد جامد يعني جامد. الرز كمان محطوط معاه مكسرات. آخر واحدة آخر واحدة. عيش رز لحمة شمبري نتغرق في الجميت، جامد جدا جدا. بس تاني مرة هاكله هحط الجميت ده بالراحة شوية عشان ما حدقوش كده، لأن أنا ثبته كله فاداله مزازة فظيعة. قول إن قول تحفة، بس هو يعني سوء خبرة مني أو إن أنا مش عارف فحطيته كله. المفروض بعد كده أسقسق واحدة واحدة على حسب ذوقي بقى. جامد جدا 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 جدا، تحيا الاردن. نغطيه تاني كاننا ما جيناش جنبه عشان ندفع فلوس، ده ما كانهوش مش عاجبنا نقول لهم ما جاش. نخش بقى على اللي بعده، ده كسكسي مغربي، وبرده بتختار نوع البروتين اللي انت عايزه. انا اخترته بالبط، حاجه مختلفه يعني. وده اليخني بتاع الكسكسي بيبقى عباره عن بصل وحمص. سامعين الاغاني؟ عاتبك على ايه ولا ايه ولا ايه؟ عاتبك على ايه ولا ايه ولا ايه يا ابن قول يا فنان قول ولا ايه ولا ايه؟ عاتبك على ايه ولا ايه؟ ده شكله كده. وده هنخلص نخش عليه دلوقتي. انا مش قادر اقول لكم اسمه والله. اكله لبنانيه اسمها لبن امه وعاد اللي اسمه لبن امه، مالناش دعوه هو اللي اسمه كده. يا ابو قلب بقى علي للهوى. نخش على الكسكسي، والمغربيين يسموه كسكس. وعاد الله دي طالعه صعبه. خلاص يا عمر حلو قوي. لو تفتكروا زمان كنت عملت طلعه لمطعم مغربي اسمه مراكش، ولما جربت الكسكسي ما كانش عاجبني، ما كانش جاي معاه سكه. والاكل المغربي عموما دخل اخواننا المغربيه ساعتها على الفيديو وهاجموا عليا جدا، قالوا لي ده مش اكلنا خالص ومعمول غلط ودب دب 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 عليا. طبعا ده ما كانش عيبي، انا كنت بدور على مطعم مغربي بيقدم الاكل المغربي في مصر، فما لقيتش غير مراكش ساعتها. لا الكسكس ده او الكسكسي ده مختلف خالص على اكلته في مراكش، طعمه حلو جدا. واه انا قابله جدا كحادق. حلو قوي، حلو حلو يعني. نجرب معاه البطه بقى. اوه طبعا الناس كلها عارفه ان لحم البط بيبقى ماسك نفسه شويه، ما بيبقاش طري زي الفراخ واللحمه كده، بس مع ذلك طريه جدا جدا جدا، فدي حاجه تحسب لهم بصراحه.
ناخد بقى حته بطن نحطها على الكسكسي، وناخد اليخنة دي اللي هي بصل وحمص. خلاص عرفنا هي ايه. والناس اللي متابعاني من زمان تبقى عارفه دماغي ان انا بحب قوي اجرب اكل الدول العربيه، لان انا من وانا طفل عندي حلم كده ساذج عبيط ان احنا كلنا كدول عربيه نتوحد، ويتشال بينا الحدود، ويتشال بينا العمله، ونبقى عمله واحده ووطن واحد زي الاتحاد الاوروبي كده. بس طبعا يعني احلام يقظه يعني. الموضوع عجبني قوي يا جماعه، قوي بصراحه قوي. وبرافو عليا ان انا اخترت البط عشان برضو نجرب حاجه مختلفه كبروتين، والبصله دي كمان مديله حرشانه كده تحفه، ومش مديله تسكير خالص، مفيش تسكير في الموضوع، الموضوع حرش قوي. والكسكسي نفسه حادق، مفيهوش اي سنه سكريات خالص. تجربه عظمه، عظمه العظمه. نخش بقى على لمؤاخذه لبن امه. ده لبن امه بتبقى قطع لحمه في الكريمه او في اللبن، وبينزل معاها رز بالشعريه. ندوق كده اللبن ده الاول، طعمها طعم الزبادي بالظبط برضو، بس بقى عكس المنسف الاردني، زبادي دلع شويه مش حادق، طعمه تحفه. طيب قطعه لحمه، نص اللحمه يا جماعه نقطعها كده على الرز، وناخد لبن امه نحطه على الرز بالشعريه. وهم يا جمل، تحفه تحفه. لا 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 لا، مستوى النهارده قوي 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 قوي. ومن اكتر المطاعم اللي فعلا قدم الاكل العربي، يعني هو الراجل بيقول لي، قال لي احنا مطعمنا ممتاز، ان انت لما تدوق الاكل العربي عندنا وتسافر بلده ليه هو هو بالظبط. وفعلا الاكل طعمه مختلف خالص، واللي اثبت لي ده الكسكسي المغربي، موضوع مختلف تماما. جامد قوي لبن امه ده برده، قوي قوي قوي، وطعم النعناع ده واضح فيه جدا. جميل 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 جميل. نخش على اللي بعده. نخش بقى على واحده من اشهر الاكلات الفلسطينيه، مقلوبه فلسطينيه. طبعا ده شاورما مقلوبه فلسطينيه، بتبقى بتنجان ورز ولحمه وطماطم وفلفل اخضر. نغرف هنا كده، نخش على المقلوبه. حته بتنجان كده مع حته لحمه، بطاطس دي تقريبا مش عارف الصراحه، هنشوف دلوقتي. حته طماطم، حته فلفل، ربنا ينصركم ويشيل عنكم الظلم يا رب. اكله تحفه تحفه. رز بسمتي اصفر متبهر حلو جدا، ومستوي حلو جدا، وتحس ان هو فيه طعم كاري كده. هو مفيش كاري، بس هو يعني قلب على طعم كاري كده، اقرب حاجه في مخك. بتنجان، طماطم وفلفل، دي بطاطس اكيد. بطاطس، بطاطس في الفرن، حلوه قوي قوي. الميكس مع بعضه رهيب 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 ومختلف الصراحه، حلوه حلوه يعني. حته لحمه بقى من فوق، تحفه تحفه. والبهارات هي نجم الطبق ده، رهيبه بصراحه. وطبعا حته اللحمه الناعمه جدا جدا اللي قلت لكم عليها من اول الطلعه، حلوه قوي 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 قوي. تجربه مختلفه وغنيه جدا. نخش على بيت الاكل الفلسطيني. نخش على بيت الاكل الفلسطيني بقى، دي حاجه اسمها مسخن فلسطيني، ودي فته غزاويه، وده مدفون يمني، وده نفر لحمه مندي. نبدا بمسخن فلسطيني. انا شايف بصل كده لونه بيربل بنفسجي يعني، عيش، عيش يعني شكله غريب. نغمس بقى دب ده كده مع مكسرات، لوز، وفراخ عامله زي الفراخ المسلوقه، والله حلوه برده. فراخ بالبصل اقرب حاجه ليها يعني، فراخ مسلوقه يعني، دي مسلوقه بالبصل، البصل اللي هو البيربل ده بنفسجي، حلوه جدا. بس المقلوبه عجبتني اكتر بكتير. نخش بقى على الفته الغزاويه، صلصه، دقه، رز ابيض، ولحمه مسلوقه. نحط بقى قدامنا عشان ما نعملش نفس غلطة ايه المنسف الأردني. تبقى صلصة من هنا كده، نحط هنا كده، فانت فيها عيش من تحت، بس مش العيش بتاعنا بقى المحمص، العيش اللي فيه المنسف الأردني اللي هو المرحرح ده. هنشوف دقة، ناخد قطمة كده، حتة لحمة. طيب بصوا، حتة لحمة عظيمة. خلاص اتفقنا كده كده. الفكرة بقى في الفتة، الفتة مش وحشة، بس احنا متعودين كمصريين على الفتة بطريقة معينة، دي مختلفة شوية عن دماغنا. حلوة ولا وحشة؟ لا حلوة جدا جدا. وطعم الصلصة مع الدقة عاملين شغل حلو قوي، مع الرز الأبيض المستوي بيرفكتلي ده، حلو جدا. بس نوع العيش مختلف، الطريقة مختلفة. تجربة تحفة تحفة، وتجربة فتة فعلا مختلفة، يعني خصوصا الدقة دي، ضايفة لها طعم كده حرش وغريب، فعجبتني الصراحة، ما أقدرش أقول ولا كلمة يعني. غريبة وحلوة جدا جدا. نخش بقى على النفر لحمة مندي.
تسلم ايدك. دي فخارة سجق وده مدفون يمني وده نفر مندي وده فخارة عليقة بتبقى كبد وكلاوي وقلوب. نبدأ من نفر لحم مندي. ده شكل الاوردر كده. برضو رز البسمتي اللي هو حبة وحبة ده اللونين حلو قوي. خش بقى حتة اللحم المندي دي. اوه حتة اللحم دسمة ازاي. بس في حاجة بقى، فين السحاوك الحمراء؟ محمد فين السحاوك يا عم؟ ده كلام. الرز بالزبيب بالمكسرات اللي فيه تحفة تحفة، وحتة اللحمة دايبة وناعمة نعومة رهيبة. كده تضحك عليا تضحك عليا يعني. حط بقى شوية السحاوك الحمراء دول عشان دول اللي بنقول المندي في حتة تانية خالص. ايوه كده اضرب بقى. تجربة من امتع ما يكون، تحفة والله العظيم تحفة. وحتة لحمة يعني انا خارجة نفوخي. حلوة حلاوة رهيبة دسمة كده وعلى ابوه. من اجمد الاطباق عندهم ده. رهيبه 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 رهيبه. نخش على فخاره العليقه. دي بتبقى زي ما قلت لكم كبد وكلاوي وقلوب وبيتساوي كلهم في فخاره. نقلب كده. في حاجه بقى صغيره عايز اقول عليها كده ان انا ملاحظها، العليقه اللي زي دي ليه ما تنزلوش معاها طبق رز صغير شويه عيش؟ التكلفه كلام فاضي مش هتفرق في حاجه، بس يعني مش لازم اطلبها انا لوحدي كسبون. انت لو تنزلها مع الاكله تبقى احلى بكتير. واو لا بجد واو واو. يخرب بيت الطعامه. زي ما بقول لهم بقى اسمعوا الكلام والله العظيم كلام فاضي، شويه رز بالشعريه او رز الساده جنبيها بوم. كبد وكلاوي وقلوب بالبصله مع بصل وفلفل يا خرابي تحفه. وحته الكلاوي دي تحفه، انا بعشق الكلاوي بموت فيها. حطها في الرز كده بتاع المندي تحفه تحفه. ومن اكتر الحاجات اللي كيفتني النهارده بجد تحفه. نخش على فخاره السجق. ده شكله كده وبرده نفس التعليق منزلهولك كده بلين اند سمبل، لا رز ولا عيش ولا اي حاجه. الحاجات الصغيره دي بتفرق، التفاصيل الصغيره دي بتفرق جدا في المتعه النهائيه للزبون والتجربه الكامله اللي هو الفول اكسبيرينس. سجق دسم قوي برده قوي قوي يعني وحلو جدا. بس فخاره العليقه دي في حته ثانيه خالص. فخاره السجق ولا فخاره العليقه؟ لا فخاره العليقه وش. نخش على اخر حاجه معانا النهارده بقى عشان بجد فرفرت. المدفون اليمني ده شكله كده. بصوا بقى اللي جوه الورقه الفويل دي. دي عامله زي ورقه اللحمه كده. اوه احنا بقى ناخده كده زي ما هو ونصبه على ايه؟ الرز. اكل الدول العربيه ده يا جماعه دسم دسامه. ده شكله كده على بعضه. قطع لحمه عامله زي الريش كده، قطع لحمه بالعظم. الرز البسمتي الاصفر بس مش اللونين زي المندي. حته لحمه حلوه قوي برده، طبع عليها طبع الكاري شويه، صوص الكاري. نعمة جدا مع رز البسمتي تحفة. بس كتجربة المندي لحم عجبني اكتر الصراحة، مع ان دي عظيمة برضو كل حاجة، يعني ما بقللش من اكل حد تحفة. بس انا بقول لكم ده ولا ده اللي المطعم بيعمله، لا بيعمل مندي لحم اقوى. تعالوا لكم خلاصة. خلاويص خلاويص اقول لكم بقى الخلاصة. هنشرب الشاي البراد الزردة ده. صب كده. معلش مش بعرف اصب. فشخت الدنيا. خدي كوبايتك بقى بعيد عننا عشان عماله تزني. يلا الراجل ده بقى معايا اول طلع طلع عينه الصراحه. ننزل كده محمد كابتن محمد عمل معانا شغل فوق الصح الصراحه. حبيب قلبي محمد نورتني. نضرب بقى الشاي الزرده ده، بس نشيل بقى النعناع كده عشان هيخش في عيننا. تحبس بقى كده وتعمل احلى دماغ بعد الاكل. خلاويص خلاويص اقول لكم بقى الخلاصه، شوربه بيت لحم دي لازم، جامده جدا وهتعجبكم قوي. والعزبان ده جامد قوي برده، اللي هو الممبار اللي محشي لحمه وقلوب وخلطه بيت لحم ده تحفه. الطواجن طاجن البابيه من اللحمه والريحان كان حلو قوي. والاكل المصري ولا الاكل العربي؟ لا سيبكم من الاكل المصري عندهم، مش عشان وحش عشان مش مميز، هو مميز عندهم قوي الاكل العربي. اجمد حاجات فيهم المقلوب الفلسطيني والمنسف الاردني والكسكسي المغربي ولبن ام اللبناني والمبكبكه الليبيه حوار. والفخارات فخاره العليقه البدوي دي رهيبه. ونفر اللحم المندي لازم لازم تجربوه تحفه. ولما تخلص يا معلم اضرب شاي زرده عشان تحبس. ودي كده خلاصه الخلاصه. بس كده ايدك طلعت الاسبوع ده. لو عجبتكم الطلعه ما تنسوش لايك الامر، ولو مش عاملين سبسكرايب لو سمحتوا اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يجيلكم كل حاجه بنزلها وبول. حد الاسبوع الجاي ان شاء الله، الاسبوع الجاي وطلعه جديده. اشوفكم على خير. يلا سلام. Every single day.